بسم الله الرحمن الرحيم. 19/12/2012 يوم الأربعاء، نحن الآن على المعبر الحدودي السوري العراقي. كما تلاحظون معاناة الأهالي في استلام مادة الطحين الموجودة والمتوفرة في المستودعات. هنا معاناة إحدى أمهات الثوار بعد معاناة منذ الصباح الباكر استلام كيس من الطحين. تفضلي خالة. اي والله يا اخوي، من الصبح قاعدين نستنى تحصلنا لنا كيس طحين، وبيتنا والله ضربته الطيارة، وسحنا لاجئين وما عندنا كل شيء، والله يا بسحلوقنا وما لا مي ولا كهرب ولا كل شيء. طيب خالة، مادة الطحين متوفرة من الجهة الرسمية أم من الأهالي؟ من الأهالي أم من جهات رسمية متوفرة؟ من الأهالي. من الأهالي. إيه طبعا إيه. طيب من الأهالي. حسب علمنا وخبرنا أنه كميات كبيرة متوفرة خلف هذا السور الأسمنتي. إيه. لماذا لا يتم توزيعها بشكل مباشر للأهالي؟ ينطون والله يوزعون يجيبون. طيب هذا المعبر يكفي برأيك لتمرير 7,000 طن من الطحين؟ لا. أم هناك طريقة ذل وإذلال للشعب السوري؟ الله يفسح لوقنا يا اخويا، وتمرمرين وعلى المعونات، ونوبه نحصل ونوبه ما نحصل، ويدبرها الله ان شاء الله. الله لا يوازي احد على حال الشعب. لنا الله لنا الله لنا الله لنا الله، اكبر العزه لله. المعبر الله اكبر ان شاء الله. الله اكبر. 19/12/2012